العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بميزان الله بالدين وبعد. عباد الله الكرام، اتقوا الله جل وعلا وراكموه وردوا الحقوق إلى أهلها، واعلموا أن الله لم يجعل رزقكم فيما حرم عليكم، لأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله الكرام، أن الحقوق تتنوعت، هناك حقوق النفس، وهناك حقوق الدماء، وهناك حقوق الأموال، وهناك حقوق الأعراض، لا سيما حقوق الدين. اعلم أيها الأخ أن الحقوق لا تسقط بمجرد التومة فقط، بل لا بد من تحليلها لصاحبها. ولقد يعذب الله المسلم بظلمه الكافر أو حيوان. فاسمعوا عباد الله، اتقوا الله في كل حال، اتقوا الله في كل حال. هناك حديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يدل على أن الشهيد يكفر كل شيء إلا حقوق الناس. وفي حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحديث رواه مسلم. عباد الله الكرام، اتقوا الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من المفلسين في حياتنا وبعد مماتنا، انك جواد كريم. فقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.